مرحبا وياكم احمد. يوم حبيت اسوي فيديو عن صنف من اصناف التين، هذا اسمه شيكاغو هاردي، يتحمل برد واحيانا يموت للارض بس يرجع يطلع غصون ثانوية من الارض بالربيع القادم. تين اسود الداخل، التين يكون احمر وردي، طعمه مثل طعم التوكي، يشبهوه بالبيري، وتين قوي ومعروف جدا وينمو بسرعة وإنتاج غزير. بس إذا حبيت تشتري شيكاغو هاردي بأمريكا لازم تشتريها من مكان معروف، لأنه أكثر الشيكاغو هاردي تشتري من هوم ديبوت ولوز وبعض المشاتل حاطين الاسم ستيكر يعني غلط. تشتريها وتنتظرها سنتين وتطلع لك تين، أو احتمال ما تحمل نهائيا، أو طلع لك تين أصفر أبيض يشقق يمخط يصير بيدود. فاشترك بالقناة، أنا راح أنزل هواي فيديوهات عن موضوع أشجار التين. عندي يعني أكثر من 100 صنف، قسم منهم بالأرض قسم منهم بالسطل، وراح أسوي فيديوهات تذوق على كل صنف بعد ما يستوي، وأشرح قوة تحمله للبرد وللحرارة وللرطوبة العالية والأمطار. طبعا أكثر الأنواع التين يشقق بالأمطار، لما عندنا يصير شهر الثامن ينزل عندنا مطر كثير يبدي يشقق، فأني هنا أنا أحاول أطلع أفضل الأنواع من بين 200 أو 300 نوع دا أجرب بيهم. حاليا عندي 100 نوع 100 صنف، وإن شاء الله بالأيام القادمة دا تجيني أصناف أخرى فأجربها. شكرا جزيلا.